بينك وبين رب العزة ما فيش، كل واحد يتحاسب. المشاهد دي يا شيخنا من فضل اعتصام رابعة؟ طب حضرتك حياتك في التاكسي ليه؟ عشان الناس بتجادلني بتقول لي بقى ما حصلش، مفيش ناس ماتت، مفيش قتل، كانوا بيموتوا بعض. طب حضرتك كنت موجود في اعتصام رابعة؟ أو كنت مؤيد لنظام الإخوان المسلمين؟ شيخنا؟ نعم. اولا لا انا مش فاضي عشان ورايا شغل وكده، شغل التاكس. ما تخافش يا شيخ. لا يا حبيبي انا ما بخافش والله، انا بتكلم الحق والله العظيم. لا بجد والله، والله انا برضو عايز اجيبك والله. ايه انا شايفك مهتم قوي بالجانب ده. لا عادي بقى، ورايا شغل، ورايا شغل التاكس. ايه حضرتك سلفي صح؟ نعم. مش من جماعه الاخوان المسلمين؟ انا سلفي. لا هو سلفي، لكن وانا سلفي جماعة الاخوان المسلمين. نعم. ما حضرتك ما تنتميش لجماعة الاخوان المسلمين. لا لا انتمي خالص الحمد لله، انا معروف في منطقتي كمان. طب مش ملاحظ يا شيخ ان الصوره متركزه على دول بس؟ على ايه؟ على دول. ده في صور كتير، ده في صور كتير. يعني طب فين الباقيين؟ فيديوهات كتير. طب ورينا كده فيديوهات تاني. يعني دي ثابته. انا فيديو تاني دي ثابته. مش من عدو الصوره ثابته. فين الباقيين بقى؟ نخلص دي طيب الاول ولا لا؟ هاتنا الاحداث الثانيه، ملف تاني غير ده. ما حدش بيشوف الحاجات ده يا استاذ علاء خالص. ده ايه ده؟ دي مشروع زينو ده صح؟ ده رابعه دي، ده رابعه دي. الحاجات دي كلها في التلفزيون جت، مش يعني انت واخدها على الكوبري يعني. بس انت عرفت تسمع على النت يعني حاجه تنزلها؟ لا احنا عايزين حاجه من انا هوريك دلوقتي شويه حاجات، بس في حاجات كتير قوي، بس انا عاوز اوريك ايه؟ هوريك ناس كانت بتصلي في امان الله وربنا مليون. ايوه ده كل ده طبعا ادويه. احداث رابعه ده على قناه الجزيره دي ولا ايه؟ لا دي قناه القدس. القدس الكلام اللي هو اسمه طاهر عز الدين متفاعل. متفاعل الكلام. ده بتشوش عليها القناه ولا ايه؟ لا لا بتشوش عليها، ما بتفيدش مش سايت. الدنيا شغاله يا شيخنا دلوقتي؟ ايه يا حبيبي؟ الدنيا شغاله دلوقتي؟ شغاله ازاي؟ يعني حال البلد ماشي ولا حال البلد واقف ولا وزاره الببلاوي ليه ادائها بصراحه؟ ايه؟ وزاره الببلاوي بصراحه ادائها بطيء جدا يعني. والله يعني انا نسال الله يصلح احوال العباد والبلاد يا رب. بس احنا لو رجعنا الى الله عز وجل ربنا يصلح الحال. يقول الله عز وجل وان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بس احنا ايه؟ نبقى ايمان وتقوى معايا، يبقى في عدل معايا، ما يبقاش في ظلم. انما يعني كيف ناتي برخاء في وسط الظلم اللي ليه النهار ده؟ صح؟ دي كم كميه اعتقالات لغايه دلوقتي؟ ولا انا كداب في كلامي؟ ها؟ بس كم ناس ماتت لغايه دلوقتي؟ بس دي عناصر ارهابيه يعني. فين العناصر الارهابيه؟ يعني الناس اللي بتمسكوا في سينا، ما تيجي تشوف لنا خايب، اشوف لنا ارهابي ولا لا؟ ما تيجي واحداث كرداسه يعني، تعالى فتش التاكسي كده ونشوف انا ارهابي ولا ماشي. لا 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 مثلا بس يعني. بس كان هناك مثلا في كرداسه كان في ناس بتضرب. طب ايه راي حضرتك لو عارف صحفي صح؟ انا مصور. مصور، ربنا يبارك فيك. انا عاوزك تطلع على تقرير الطب الشرعي. انا نزلت رابع العدويه. تعال لواء فراج، تعال لواء فراج. نسال الله ان ربنا يرحمه يا رب، يرحم موتانا وموتى المسلمين. امين يا رب العالمين. انا بترحم على كل واحد مات، يعني بترحم برضه على بتوع اللي ماتوا في سينا 25 جندي. نسال الله ان يرحمهم يا رب، يعني يرحم موتنا وموتى المسلمين يا رب. اللي ماتوا في رمضان ولا اللي ماتوا مؤخرا؟ كل اللي ماتوا، اللي ماتوا مؤخرا وكل اللي ماتوا. ايه؟
لان الدماء غاليه، الدماء غاليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا، لزوال الدنيا، شوف تخيل الدنيا بامتعاتها بزينتها بزخرفها اهون عند الله عز وجل من اراقه دم المسلم بغير حق. زوال الدنيا معايا حضرتك؟ ايوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث اخر لزوال الكعبه حجرا حجرا اهون عند الله عز وجل من اراقه دم المسلم بغير حق. دم مش سهل، دم ولا دم النصراني ولا دم اليهودي، والله احنا لا نقبل ذلك يعني، ولا دم النصراني ولا اليهودي. ربنا يفتح عليك. ايوه ده دول، لهم لنا يعني لهم حقوق. ما احنا ازاي اتبع سيدنا النبي؟ ازاي احنا بنتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الصحيح قال من قتل ذميا، من قتل ذميا، من قتل ذميا فلم يرح رائحه الجنه. اخوانا ده حديث في البخاري، حديث ده في اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري معايا. لم يرح رائحه الجنه. تخيل واحد يقتل مسلم ولا يقتل نصراني ولا يهودي عايش معاه في البلد، لم يرح رائحه الجنه. عاوز اكتر من كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني الذي رواه الامام ابي داود في السنن، الا من ظلم ذميا، الا من ظلم ذميا او انتقصه حقه او اخذ منه مالا بغير طيب نفس فانا حجيج يوم القيامه. في روايه اخرى فانا خصيم يوم القيامه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خصمك لو انت ظلمت واحد نصراني او اخذت منه حتى مال بغير حق. يعني دلوقتي لما مؤاخذه مثلا تيجي معايا في التاكسي وعدده عمل 10 جنيه انا بلطجت عليه قلت له لا انا عاوز 15 جنيه ازاي يا شيخ؟ قلت له لا هو 15 جنيه تدفع. فالراجل قال لا يا عم بدل ما يضربني ولا يعمل فيها حاجه عم ده شكله يعني. فقول له اديله يا عم 15 جنيه وخلاص، بس هو مش مسامح. تخيل مني انا خدت منه مال بايه؟ بغير طيب نفس. تخيل مني يقف خصم قصادي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقف خصم قدام النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني وطبعا الكلام ده احنا يعني كفايه قول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآية في سورة الممتحنة، افتكر الآية. الآية في محمد يا شيخنا ابتديت التزامك من امتى يا شيخ؟ ايه؟ ابتديت التزامك والله من التزمت منذ ست سنوات، منذ ست سنوات يعني. والحمد لله رب العالمين، ربنا والله من عليا بالنعمه، والله والله العظيم نعمه. الواحد دلوقتي فيه نعمه والله العظيم. ايه العزه اللي حضرتك شفتها كانت وراء التزامك؟ والله يعني العظة يعني انت كنت شاب عادي من خمس سنين تقريبا بقيت ملتزم و ست سنوات. ايوه صح مظبوط. ايه العظة اللي خليتك تبقى ملتزم؟ العظة والله الموت، يعني الموت فجأة. الموت الفجأة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من ان يعني تتراوح اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وفي قليل منهم، وان من علامات الساعة برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال الموت الفجأة. موت الفجأة هو ده اللي من علامات الساعة، ان انا دلوقتي بقى قاعد معاك في لحظة تلاقيني طب في عنده مرض ايه مش عارف ايه. فكان احد اسباب التزامي اني كانت يعني كان ليا صديقي من اعز اصدقائي، وكانت ليه يعني ليله الجمعه دي كان يعني صباحيته كانت الجمعه والله في في في, في العاشره صباحا يعني، وهي يعني بجواره على في الغرفه على السرير. فبيقول لها قومي اسمها امل، هي ربنا يرحمها ربنا يرحمها ربنا يرحمها. بيقول لها يا امل يا امل والله كده مفيش. الولد كسر الشقه كلها طبعا. يعني الولد ده صاحبي اسمه ايه؟ اسمه حضرتك بص بقى الطرفه بقى. الطرفه جميله قوي. اسمه ايه؟ هو جاري وعندهم ما شاء الله محلات اخشاب وكده. اسمه عيسى محمد عيسى. الولد اسمه ايه؟ عيسى محمد عيسى. فلما احنا اخويا الصغير قال في خبر وفاه، توفيت الى رحمه الله عيسى محمد عيسى. هو ليه سته. سته دي عمرها بتاع 80 سنه و90 سنه متهيألي عايشه لغايه دلوقتي. ان شاء الله. بتاع 90 سنه. فاحنا طبعا قاعد انا ووالدتي فبقول ايه؟ بقول سبحان الله سته ما تموتش الا يوم صباحيتهم. ما هو ولاد خاله العريس وعروسته ولاد خاله. فاكتشفت ان العروسه هي اللي فاتجننا. انا صعقت الصراحه ان العروسه يا نهار ابيض عروسه هي الحاله الثانيه بقى بصراحه. محمد عبد الوهاب لعيب الكوره وكان خالي توفاه الله برضه. كنت انا انت حضرتكم كنت محبين النادي الاهلي ومتابع الانشطه كنت بحب الكوره ومدمن وكان عندي مجله لو تتذكر زمان كده كان في مجله الانديه ما اعرفش موجوده لغايه دلوقتي ولا لسه. ايه؟ في مجله كنا بنجيب واحنا زمان في المدرسه كده صور ونلزقها على لعيب الكوره وفي نجوم الرياضه. نجوم الرياضه نجوم الرياضه لا مجله كنا احنا بنلزق فيها صور كنا بنجيب صور اللعيبه. أيوة بس انا من عصر قديم يعني انا من ايام هادي خشبه ومحمد رمضان واسامه عرابي دلوقتي مش متابع وياسر ريان والناس دي. لا والله انا دلوقتي بتابع كوره الصراحه بسيط يعني بحب العب كوره دلوقتي يعني بحب العب كوره مع اصحابي وكده بقى لو جنبنا نادي يعني الحمد لله.
فبنلعب في كوره يعني. نسأل الله ان يرزقنا والله الثبات والله، بس والله العظيم نعمه الالتزام دي والله العظيم من اجل النعم. نسأل الله الثبات والله، اسال الله عجل الثبات، لان والله الانسان حياته في الدنيا بتتظبط قبل الاخره. يقول الله عجل: من عمل منكم عملا صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه. والله ربنا يصلح دنيتك قبل اخرتك. امين يا رب. بس بتقوى الله عز وجل. ربنا يبارك لك يا رب. هتيجي تتفضل معانا؟ الله يحفظكم يا رب العالمين.